صباح الخير، صباح السعادة، صباح التفكير الإيجابي والطاقة الإيجابية. شنو يعني التفكير الإيجابي؟ أنت أو أنتي تأمرن بالطاقة الإيجابية أو التفكير الإيجابي؟ وإذا غيرنا طريقة تفكيرنا رح تتغير حياتنا؟ هسا عدى استطلاع رح ناخذكم ويانا حتى نعرف آراء الناس خلال هذا الموضوع. خليكم ويانا. صباح الخير. شنو رأيك بالتفكير الإيجابي أو تؤمن بالتفكير الإيجابي؟ تحس انه التفكير الايجابي اذا فكرنا افكار ايجابيه لها علاقه بحياتنا او تحقق لنا الامنيات او الاشياء اللي احنا نريدها؟ اذا تؤمن بي يعني تقول انه هذا الشيء راح يصير شيء اكيد. يعني مثلا راح اسالك انه انت عندك سياره؟ لا اكيد. زين، اذا مثلا خليت ببالك انه هالسنه لازم تشتري سياره او يكون عندك سياره الموديل الفلاني، تحس انه هذا الشيء راح يتحقق اذا فكرت التفكير ايجابي؟ اذا بالاراق ما راح يتحقق، بس اذا بغير ذلك راح يتحقق. لا ان شاء الله يتحقق يا رب. انت قلت لي انه انا اؤمن بالتفكير الايجابي، يعني صارت معك بحادثه وخليتك تؤمن او تاكد هذا الشيء؟ هي اكثر من مره اعتقد ان تؤمن انه يصير بالصدفه. اذا تلعب طول راح افوز، يعني تفوز، بس تقول اوه راح اخسر تخسر. طبعا هي الطاقه الايجابيه تحدثين عنها هي اساسا تخلقها الحاله النفسيه الجيده. الانسان اذا شعر انه حالته النفسيه اكيد طاقته ايجابيه تكون ممتازه. إذا حالته النفسية، يعني إذا أنت صحيتي من النوم وقلتي أنا اليوم راح أكون سعيدة، تحسين أنه يومك يكون سعيد؟ تمام صح. إذا أنت بداخلك قررتي أن تكون اليوم سعيدة عليك وأكيد راح يكون سعيد. وإذا واحد قاعد وكان متشائم يعني أكيد طبعا يعني طاقته السلبية هي اللي تفرض نفسها. وهسه ويانا شابة رح نسألها عن طاقتها، يا ترى إيجابية ولا سلبية؟ خليكم ويانا. صباح الخير حبيبتي. صباح النور، مرحبا. شنو رأيك بالتفكير الإيجابي؟ تأمين بالتفكير الإيجابي؟ أكيد، يعني إذا شخص مثلا من يكون عنده الشغلات الإيجابية أكثر من السلبية أكيد أنه يؤمن بالشغلات الإيجابية أكثر من السلبية، لأن السلبية مرات تكون معكرة للمزاج. يعني اذا انت مثلا قعدتي من الصبح حسيتي نفسك سعيده او انت حاولتي تسعدين نفسك انه قلتي انه هذا اليوم راح يكون سعيد، حسيتي انه يكون سعيد نوعا ما؟ اي اوكي، بي 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 شويه يعني انه فشي انه اوكي من السعاده يعني، بس انه مو دائما انه تصير ليش، لا حسب. يعني اذا امنا انه نحن طريقه حياتنا او امورنا كلها تعتمد على تفكيرنا، هل هذا الشيء صحيح؟ لا غلط اكيد، لانه كل شيء بالحظ، يا نصيب او قسمه ونصيب. انت تؤمنين بالتفكير الايجابي ولا لا؟ اي امن، لان اكو مرات شغلات تصير وياك طبيعيه واكو مرات شغلات وياك لا. التفكير الايجابي؟ اي نعم، انا من محبي التفكير الايجابي ومن مشجعينه، وهذا الشيء لازم يعني كل المواطنين خلينا نقول يفكرون بالتفكير الايجابي، لان احنا خصوصا الشعب العراقي يعني شعب مبتلى يعني. فإذا ما شجعنا أنفسنا نفكر إيجابياً راح نموت من كثر الهموم والمشاكل. يعني مثلاً أنت إذا خليت ببالك فكرة إيجابية وأصريت أنه تحققها، يا ترى راح تحققها؟ صادفك هيك شيء؟ أكثر من مرة يعني، بشرط توفر الإرادة وبذل الأسباب الموجبة لهذا الهدف اللي أنت الواحد يسعى له. مو مسألة أنت عندك هدف وتقعد والله شنو بلكي يحقق الهدف، لازم كل شيء اللي يريد ينجح لازم يدرس، اللي يريد يجمع مال لازم يفتح مشروع تجاري، وهلما جرى على هالمنوال.